شوف سكر عليه سكر عليه بدو طلعوا بالسون والله بدو طلعوا بالسون يا دمجوا بالسون يا لا لا الباشا يا شباب شوف 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 لا حصلنا له على MB40 والله هذا شكله علاء راح يلعب له شكله راح يلعب له عزون يا حبيبي شكله راح يلعب له لعب النجاسة والله ما تنفع مع الباشا يعني والله شوف 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 در در وحذر حذر على شوف اذا بتلاحظ علي بحط ضج كل صوت صوت حب الحذر يعني بدا الضرب بدا الضرب بدا الجلب بدا الحماس بدا الفايت بين الاساطير المبرمجين المفنشين ويلي ويلي من توقع راح يفوز على الاول والله بصراحه ما اثنين ما شفت لعبهم ابدا يعني ما بقدر اتوقع بس بصراحه انا بتوقع علاء اذا علاء لعب على الزون لانه تحسه نس علاء عرفت كيف شفتوا كيف مثل طبيعي. الجن خلص الروم انا فكرت هذاك فاز لقيت هذا مثل الجن طلع هو الفايز والله فكرت ما هذا فاز فكره مثال الشات مين بتشجعه مين تعال نشغل التصويت للشات الشات راح اشغلكم تصويت مين بتقولوا الوينر مين بتقولوا الفائز يا شباب علاء علاء او شو اسمه باشا مين بتقول علاء مين بتقولوا راح يكون الفائز يا شباب هذا شو اسمه علاء او الباشا يا صديقي صوته راح يشتغل التصويت الان ولا الباشا يا ناس بدون رحمه ولا حساب وين وين على يا ويلي عم تصبح كفو ويلي 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 هذا ما نحتاجه نحن الناجون يا شباب هذا بالضبط ما نحتاجه نحن الناجون هذا هو ما نحتاجه بربرة حتى الصباح بربرة حتى الصباح هذا ما نحتاجه نحن الناجون كره شبورة بلعب له وانطب شو بلعب له وانطب والله بلعب له وانطب مدام الموضوع صار فيه استهزاء بتوقع علاء رح يبلع شوف حكيت لك لما الموضوع يصير فيه استهزاء بيبلع جاب له الشوتجن الطويل الشوتجن اللي ما بيخلص الشوتجن اللي ما بيخلص يا شباب الشوتجن اللي ما بينتهي بتضل تضرب للصبح وبيضل يلقم للصبح كمان والله كفو لعب الباشا عجبني صراحه درعمه وهيك وبربره ما يشتغل علاء صار بياخذ الدنيا وين على فوق فوق ايه هذا على فوق فوق هذا على فوق فوق شوف الباشا ويلي ويلي على الباشا لا يا باشا فوق شوف يا ويل يا ويل يا قل لي يا علاء وما اعرف مين يا الله الباشا محصول تعال نشوف التصويت بس علاء فايز بالتصويت علاء عنده 1800 في التصويت وباشا عنده 900 وشوي بس هذا التصويت بكره وشبوره تذكرت المول لما لعب ضد لحن بوتشا غنى شوف سكر عليه سكر عليه بده يطلعوا بالسون والله بده يطلعوا بالسون يا لا لا الباشا يا شباب حتى على فكره من فاير بساط والباشا مبين عليه انه بيلعب كثير هذاك مبين عليه ما بيلعب كثير علاء ويلي 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 هل سوف يفعلها الباشا يا شباب ونحرق له ابو المتجر تخفيضات بعد قليل هل سوف يفعلها يا هل ترى الباشا طيب لعب زون باشا يا دمه عشرة
دمو شوف 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 لسه بفنش ولسه فنش بفنش صار له اياه، قال له هاي الثلجه اللي حامي حالك فيها بدي اكسر لك اياها. شوف 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 تخيل شبور هذا عم يلعب ضدك يا شبور، تخيل اللعب ضدي؟ تخيل هذا عم يلعب ضدك يا شبور هالبربره والله بخوف، ما بنصحك تلعب ضده. والله منورين الاساطير، منورين جميع الاساطير يا شباب. اكو اربع اكوا جوار في اللوكي دراو، اللي ما شارك في اللوكي دراو يشارك يا اساطير. شباب رجعت لكم. وين كنت انا؟ نطلوا هذاك نطلوا. كان في شيء مو صار حد ظبطه ورجعت. اقسم بالله يا شباب عن جد والله بتحس كل مره الفطور صار يتاخر والسحور صار يصير بكير. يا رجل اقسم بالله شوف تخيل من شوي فطرنا ها باقي ساعه للسحور. والله والله بتوقع اخر ايام في رمضان رح نصير نفطر ونتسحر في نفس القعده في نفس يعني هو الفطور نفسه سحور. ايوه شوف انا حزون الشباب رح ندمج حالي الشباب كل يوم معك من البدايه حتى النهايه والله يا صارت تستاهل. والله هذه القفزة عجبتني، هذه القفزة عجبتني يا ناس. والله شكلها، هل ممكن يا شباب انها تكون ريمونتادا؟ هل تتوقعوها ريمونتادا يا شباب؟ لا لا، هو ليش؟ لا مستحيلة، هذه مستحيلة، مستحيلة، لا 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 يا شباب، لا 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 وربي هذه مستحيلة، لا لا مستحيل 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 كلها والله في جواب يا شباب يا عفو الله يا شباب شنو هاد راسه طار راسه للباشا هون يا شباب بدي اشوف على اللعب داخل في شيء غلط والله في شيء غلط بالموضوع شوف يا رجل شوف اللقطة هلا بيشتري شوف 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 ثواني ثواني بدي اشوف على اللعب هلا قام يشتري ثواني يا محمد راسه طار راسه للباشا اشترى خودة جديدة اشترى خودة جديدة الباشا يا ويلي يا شباب مش ممكن مش ممكن مش معقول والله مش ممكن مش معقول مش ممكن يا شباب مش ممكن مش ممكن مش معقول علاء شنو هذا يخرب فنارك يا علاء شو ليم بونس ضرب عيني يا بونس انت طلقت مسدس انا يا الهي يا الهي الهيت شوت اللي اعطاه اياه شوف 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 معقول هذا لعبه علاء اللي كان بيلعب مستحيل لك لعبه يا رجل لعبه شو هذا على فكره انت شوف الكلاسيكوات لما تاخذ جوله بتتحمس ها عرفت كيف؟ ايه ايه لما بتحس لما تضل تبلع 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 خلص بتنوب بتحس حالك خلص بطلت تعرف تلعب تتلبك عرفت كيف؟ ايوه لما ايوه لما تاخذ جوله بتتحمس كل ما تاخذ جوله بتتحمس ايه لما تضل تبلع جوله بتصير خلص بتحس حالك بتنوب الباشا يقول له وين يا حبيبي وين؟ انا حكيت لك الروم هذه ما بدنا نطولها انت بتطول في الكلام معايا ليش؟ بتطول في هذا الروم ليش؟ ما بدنا نطول قال له فرحان قوي قال له هدب هب قال له ما قول له ما بدنا نطول نريد سكر او حساب على اليوم حبيبي يا جزائري ان شاء الله يا قلبي ان شاء الله شركه قرينا تحن علينا تعطينا السكر قال له اه حبيبي انا ما بدي اطول انا اول شيء عندي مؤتمر عندي اجتماع مع قادات الكلاب ثاني شيء علي عمر عنده بطوله ثانيه بده يروح يعملها على سكن الجاز ما بدنا نطول بعد الفايت ما بدنا نطول الموضوع اكثر من هيك شوف شوف الباشا. تعال دبلع الدرجه على اللوبي وخلص بده يردها الباشا شوف بده يعطيه بده يردها بده يردها شو بدك تاني وين اشوف لحقوا 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 يا باشا لحقوا 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 خدم شغل هاكر يا علي ممكن تشوف التعليق يا حبيبي لا لا ما شغل هاكر اعطاه شوت بالحظ بيمسكوا هون يا ماهر بالزلمة هذاك طلع لفوق دمش حاله بالزون علي هذا ما 14 سيات زون طلع يا علي على شوفوا ما 14 سيات زون علي اربع شوف شوف سكر عليه سكر عليه سكر عليه هذاك راح يضربه من الفتحه ها لا سكر سكر هذا روح زون يا باب قرب ما شوف. لا بتخسر هتخسر يا علاء يا علاء مستحيل يا حبيبي مستحيل ما ما هو الزون شخصية زون شوف دمه 200 بس لو كيدرو احيانا بينزل على الحاضنة الجاكور عطاه 50 بس هذاك كمان عطاه هد والله قال له واحده بواحده اخذ منه مكان شوف هذاك هدفه ياخذ منه مكان الزون كان والله بربر 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 عليك وعلى ابوك على اللي خلفوك شوف شوف بربر له طلع من ورا الثلج على فكره اخذ منه مكان الزون ها خلص يو ام بي بربر يو ام بي يو ام بي بربر مستحسن جي يا حبيبي
كانه بيسمعني يا زلمه هذا. بحبس عليه هذاك. يا ما شخصيات زون يا لا ربي يديك ما شخصيات زون. بس ها بس شوف ما راح يعطيه فرصه انه يسكر حاله بالثلج راح يضل يكسر له الزون. يكسر له لا لا كسر لا يا باشا يا باشا والله اخذها الباشا بتعرفوا ليش اخذها يا شباب؟ ضل يكسر له الثلج هذاك ما عاد قدر يعطي دم صار بس يحط ثلج صار بس يحط ثلج هذاك عرفت كيف؟ وهذاك كان وهذاك يا ماهر كمان لازم كان يدمج حاله شويه عرفت كيف؟ هذاك كان لا راح عبى دمه هذاك لا مو عبى دمه ما عبى دمه عبى دمه عبى دمه ما كان عنده دم ما كان عنده دم هذاك هذاك مو دمه اي لانه عبى دمه والله صح 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 راح فيه والله عرفت كيف راح فيه الباشا يا ويلي يا حبيبي شو مفكر هذا باشا هذا كلب شو اسمه هذا قائد كلب وين هذا يا شباب هذا اسكت اسكت باكستاني هذا باكستاني قائد كلب باكستاني هذا طيب ما قوم هذا ايه جايب شوت جن بربر قل له حبربر عليك حبربر عليك وعلى ابوك يلا اسطير باقي دقيقتين على اللوكي دراو يا اسطير اربع اكواد جواهر في انتظاركم في اللوكي دراو اللي ما شارك في اللوكي دراو يشارك يا اسطير بس بيهجم هذا شوف الباشا بيهجم بدرعم هذاك ما بدرعم جو دمجوا خلص خلص العب عزوز العب عزوز وجاب من ورا الحيط شوف سكر سكر حبسوا حبسوا خطفوا 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 لك لو ليش تفكيت ضربه ضربه باشا ضربه فرصتك بسكر عليه مره ثانيه شوف عجبته عجبته حكيت لكم الباشا من البدايه قال له ما بدنا نطول ما بدنا نطول على علي عمار ما بدنا نطول علي عمار عنده شغل علي عمار عم شوف عم شوف عم شوف شوف, شوف الباندا شوف الباندا عنده الباندا مرعب يا رجل شوف حتى اقسم بالله وربي حتى الباندا مرعبه شوف تعال نشوف حسابه تعال نشوف حسابه من اي سيزون هذا شوف الرقصات اللي عنده شوف شوف كل هالرقصات اللي بتحبها يا جاكو شوف 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 هاي شوف هاي شوف هاي شوف هاي يا ويلي هذا الرقصة ما عنده رقصة الذبح يعني ما عنده رقصة الذبح لا اكيد عنده ما عنده والله ما عنده رقصة الذبح لازم عنده مش موجودة لا عنده لازم تكون عنده مش موجودة عند القفل لحظة 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 كي 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 لا نزل نزل لا دو دو يا سلام شوف 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 مو حاطط ليش يا مو حاططها شوف نزله نزله يا علي نزله يعني ما وصل شو قاعد لما يا ويلي شوف هاي يا ويلي شوف والله عنده سكنات سيارات النس شوف هذا الميزانية ماخذها مظبط وضعه اوه حسابه قديم علي ليش؟ تعرف انه حسابه مثل حسابي؟ لا ليش؟ شو في عنده؟ اقسم بالحساب يعني نفس الفاير باس تبع حسابي طبعا الفاير باس المجاني هاي حساب الفاير باس يمكن يعلي 11 او 10 قديم يا ويلي هذا الشنطة غرام يا شوف شو حاطط شوف اللوت بوكس تبعه شوف 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 شو شو بيحولك لحمار بيحولك لجحش هاي وحشي يا قرصان قرصان هذا الباشا هذا تعال نشوف تعال نشوف السيزون الرانكد من ايمت هذا رانكد ماتش ويلي 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 اوه من السيزون الرابع الخامس او السادس خامس هاي يا ويلي والله قديم يعني حسابه هذا غريب المسكين بس مو طالع هيروي كل مرة لا مبلا طالع طالع هون بالسيزون العاشر على ايام البطاقة هيرو بطاقة طلع ايه 11 12 13 13 4 14 طالع هيرو كمان هو قصدي كم صار من بطاقات 16 17 ويلي ويلي و 18 هاي من بعد ما حطوا البطاقات فتحت معاه لا ولا بيكون هذا من نوعية اللي اشترى بطاقات كثير وين نزلت؟ في دوبل ريت اوف فاير هاي نزلت ماكينة الهاي الماكينة الأسلحة زمان في يا رجل في ام 4 قديمة شوف هاي الجروزة هاي الجروزة والله يا نادرة يا شباب نادرة 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 هاي الجروزة
صاروخ هاي. صاروخ والله أسطورية. عندك يا شبورة؟ عندي عندك اياها جاكوار؟ عندي ماهر عندك اياها؟ ايه عندي كمان والله على فكرة، بس نادرة. ايه بس نادرة نادرة، زمان نزلت مجانية على فكرة. مجانية مجانية بس والله قليل اللي جابوها، ولا حاليا قليل اللي عندهم. في علي الام 4 الزرقاء حتى يا علي من زمان. ايه عندي الصفرة جاكوار انا. ها؟ عندك الصفرة؟ لا لا الام 4، الام 4 الزرقاء هذا اللي بيعرفه. يمكن شالوه وصلوا وصلوا جواب. ما وصلوا الدبل. الدبل يا حرام. ما وصلوا الدبل. شوف روحت حالك 5000 مجوعة يا حرام، ما وصلوا الدبل. شاحن هذا يا زلمة حرام حرام والله، مفروض كان يوصلوا 5100 جوهرة مفروض. ما في داعي تجيب الام بي 14 يا علي. لا هو قال جيب لي اياها. حرام والله، روح على حاله. يلا كان شو 300 مجوهرة، صرت 2500 مجوهرة. اي والله. تعال ناخذ هاي البطاقة 88، نجيب له فيها الفاير باس ولا شو نجيب له فيها؟ تعال نجيب له فيها الفاير باس. جاور شو بتخبط وتضل تخبط عندك انت يا زلمة؟ انينة مي ومرة اسوي عصير اسوي عصير عصير. يخرب فنارك. 10 بطاقات ماكينة الأسلحة، بطاقة تغيير الاسم، رخصة القلب عشان لما يصير يفنش واحد يعطيه قلب. تعال نجيب له هدول، نجيب له هدول 10 باكجات. سو عندنا هون كمان نجيب له هدول، هاي ب 23 جوهرة. ناخذ بطاقة الخصم نجيب له 149 جوهرة سكن. بطاقات الرومات، بطاقات الفاير باس، نجيب له الصلعة عشان يصير يلبسها مع مع ماسك الكلب. يا ويلي بتلمع. نجيب يا رب يطلع له البطريق. يا رب يا رب يا رب يطلع له البطريق. اوكي هيك حرقنا الجهة الثانية، نشوف يا رب ما يطلع البطريق. يا رب يا رب لك احلى جاكوار. بتوقع بنقدر نجيب له الامبي 40 ماهر، ما بعرف رح نشوف. لا لا اذا كان حظه اسطوري بنجيب له اياه. اي اذا كان حظه. بس هو شاحن 300 جوهرة، بس هو شاحن 300 جوهرة ومو مشتري فاير باس، معقول يكون صارفهم على الامبي 40؟ بجوز والله. و 300 اكيد موصلين له دوبل 600. تعال نجي نشوف. ايه والله ايه والله ايه والله، شوف 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 والله كفو كفو كفو، بنقدر نجيب له 4000 بتوقع. ما لا ما بتحسن تجيب على اللوجه. لا لا ما بتحسن. اذا كان حظه اسطوري بتاخده. يا حرام يا اخر ضربة اخر ضربة اذا ما طلعت له هاي الضربة. يا رب ابغى اظبط منك يا رب يا حرام. والله مش 500 مجوهرة، 200 300 مجوهرة يعني. يا حرام والله راح اشحن له يا شباب، والله العظيم راح اشحن له. كفو. شوف هون عندنا بطاقتين للحاضنة، تعال نصرف على الحاضنة. نجيب له هاي، هاي عنده في منها قناع، نشوف هاي. حاول نجيب له هاي، هاي احلى. نجيب له مثل سكن بلال. يصيروا من جماعة بلال، اخو بلال. ما هو اذا ما طلع له قناع، هاي طلع له قناع، والله طلع له قناع. طلع له قناع والله كفو. لا حرام. يا باشا حاطه يعني تصرف عليها 30000 مجوهرة لما اول ما نزلت، جبت كل السكنات تبعها والله. نحتاج حاطه كذا تصرف هيك، نحتاج ذهبية واحدة عشان نجيب له هذا. لا جايب سكن هو كأنه الاحمر الاحمر هذا عنده هذا. بدنا نجيب له هذا، تعال نجيب له هذا. اسطورية الكمامة هاي شباب، اقسم بالله الكمامة اسطورية هاي. يلا اساطير لسه ما شارك في اللوكي دراو، يشارك يا اساطير. 4 اكواد جواهر في انتظاركم في اللوكي دراو، كل نصف ساعه 4 اكواد جواهر. جراسياس. ويلي ويلي خلي هدول عشان راح نفتح باكجات، يمكن يطلع لنا بطاقات كمان. شوف الفاير باس، شوف الفاير باس. والله الفاير باس مكمل المهمات هو يا ماهر. اي والله شوف خالص. والله 200 بس اشوف اذا في راح يحصل عليهم كلهم.
اي والله شوف شوف دايلو نقطتين وياخذ صندوق ايه ماجيك. هاي بطاقة دايموند رويال سكن البنت قوم يعشق الجاكوار. هاي كمان لما كنت الأسلحة حسيت الفيرا بس مو حلو ما اعرف ليش رخصة حلوة والله رخصة عصورية حتى السكن حلو سكن الشب عجبك شبورة؟ حلو طالي أربعة أحب الشباب شبورة. تعال نشوف شوف المهمات المهمات ها لازم يكون الا في مهمات آه هاي يا خربي يا ويلي مخلصوا كلهم يا سمع 500 طقطة هذا لا آه ليش ما بياخذهم هذا؟ ما يقدر ياخذهم غير لما يكون فتح الفاير باس عرفت كيف علوش؟ اه هي 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 اه يعني صاروا المهمات اذا ما عندك الفاير باس بينحسبوا انك خلصتهم أيوة بس ما فيك أيوة ما فيك زمان زمان كان اذا مو شاحن الفاير باس ما ينحسبوا لك المهمات عرفت؟ يا ايه هلا هلا والله. يا ويلي والله حلوه هاي الشغله عملتها الشركه يعني حتى لو انك مو شاحن الفاير باس بينحسب لك المهمات وبس تشحن الفاير باس بتاخذهم والله حلوه هاي الشغله يا اخي والله شركه جارينا قاعده تعمل اشياء اسطوريه ايوه انا احب جارينا فري فاير شوف كم بطاقة شوف كم عندنا خمس بجات والله كفو تخيل يجي لا علي يقطع يا وي تخيل يجي يا شباب ماجيك يو عن جد وقتها بيعوعوا علينا وعلى السيرفر وعلى الجارينا و... يلا نقول بسم الله هاي البكش الأول سكن البروفيسور طلع له بطاقات حمر طيب بطاقات حمر راح نبدلهم بطاقات دايموند ها 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 شباب لا تبع الشاب حلو حلو يلا بكت تطلع منك كيوب يا رب تاخذ ماكينه الاسلحه بكت طلعت انا تاخذ دايموند بطاقه ماكينه الاسلحه يلا البطاقات بنستعملهم كمان خلينا نفتح الباكجات معناته مار بس يوصلوا الجوار رح نرجع نجيب له الباكجات تبع الام بي 40 من المتجر هاي طلع له هون للام بي 40 ما عنده رخصه خمسات والله حلو نشوف البطريخ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يطلع البطريخ يا رب يا رب يا رب ما طلع يا حرام الام 4 اقوار بيض حظه ام 40 وين في ام 40 راح يجيب طلع له شعر والله حلو يا رب يطلع اسم حبيبتي يعني اسم حرف اسم حبيبتي مش مكيف نشوف بلكي يعطوه الايجل هون بس النقار ما عنده طيب يا باشا حظك جولد اه والله ايه يا باشا هل تتوقعوا يعطونا شيء؟ هاي ناخذ انا بتوقع يعطونا والله يا علي زباله والله صايف علي ولا 4000 مجوهر 5000 اقسم بالله ما جاي يا رب يا بسم الله يا اخي انت ما بتعرف تحرق حاضنات يلا بسم الله شوف التيشيرت هذا عندنا اياه عنده اياه يا رب بيض ورافي بيض حظه بيض يا رب حسنت ماهر يا الله حسنت شبوره خرب دياركم ممكن حسنات ابدا حسنت شبوره كل شرط عطوه شرط حلو واخر سبين الله حرام يا رجل شوف 600 جوهر يلا والله جبنا له اشياء اسطوريه ايه والله شوف